sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا
يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى حضرة سيدنا وصلنا وشفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه وأسأله التوبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم 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 واعلم أنه لا إلا الله لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله 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 الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا 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 الجلال والإكرام يا حي
حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير 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 سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله 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 يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان 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 يا حنان يا الله يا الله يا فتاح 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 يا الله يا فتاح
وهاب يا الله يا 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 وهاب يا يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا لطيف 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 يا الله يا نبي يا يا قوي يا متين يكفي شر الظالمين 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 يا رحمن يا رحيم 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 مقصودي
ورضاك مطلوبي يا مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم. பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அர்ரஹ்மான் மாலிகியோம் தீன் இய்யாக நஅபுது வஇய்யாக நஸ்தயீன் இஹ்தினஸ் ஸிராத்தல் முஸ்தகீம் ஸிராத்தல் லதீன அன்அம்த அலைஹிம் வஇல் மக்தூபி அலைஹிம் வலத்தாலீன ஆமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சில மருகங்களுடைய பெயர்கள் வந்திருக்கிறது, இன்ஷா அல்லாஹ் அதை ஓதி இன்ஷா துவா ஓதப்படும். الفاتحة وياسين إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة خصوصا إلى روح المرحوم فزرل بن كلين المرحوم كلين بن فلان المرحومة زائرة بنت جعفر مرحوم فوزان بن كلين مرحومة فوزية بنت كلين مرحومة ذريتي بنت كليم ومرحومة زالتا بنت كليم ومرحوم أسرل بن كليم ومرحوم حاجي زمان تنجم بن حاجي ناندوم ومرحومة حاجة رتنا دلي بنت صديق ومرحوم أمير زل بن زمان تنجم ومرحومة رسمرني بنت زمان تنجم ومرحوم أمير سليم بن جمين ومرحوم خيرل بن صفيان ومرحوم صفيان بن سلطان بهر ومرحومة كمالة بانو بنت محمد الشريف ومرحوم كلم محمد عمر بن كلم محمد شيخنا لبي ومرحومة آمنة رزيقة بنت محمد عبد القادر ومرحوم سيد مرحومة سيدة رابيتو سيد رابيتو أمال بنت محمد عيسى ومرحومة أحمد عائشة بنت واو محمد ومرحومة محمد آمنة بنت واو محمد ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منك إلى روح سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح من تلون القرآن العظيم لأجلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم آنس وحشتهم ونور ضريعهم وتقبل من حسناتهم وتجاوز الله عن سيئاتهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجمع الله بيننا وبينهم في جنات النعيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر أمورنا وأمور الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا ومجلسنا يا رب العالمين، ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم تمم نياتنا وقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم ادفع آفاتنا يا دافع العافات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا مسلم وعلى ملائكته خير وعلى اله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماكي الله.